Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. درود پاک کی برکات سے، درود پاک کی نوارات سے، درود پاک کے فضائل سے کون واقف نہیں. ماضی میں کچھ اکابرین میں کچھ علماء نے وہ احادیث جمع کی جو سند کے ساتھ صلاة و سلام کے بارے میں تھی. 40 درود و سلام، 40 درود و سلام، 40 صلاة و سلام، اور زاد سعید کے نام سے یہ چھوٹے چھوٹے کتاب سے چھوٹا سا رسالہ ملتا ہے. ان درود و سلام کے عجیب انوارات اور برکات ہیں، چونکہ سند کے ساتھ ہیں، بہت مستند الفاظ ہیں، بہت مستند سیغے ہیں، اس لیے ان کی برکات بھی عجیب ہیں. جو سیغے صلاة و سلام کے حدیث میں آئے ہیں، ان میں سے 40 سیغے ان کتب میں ہیں، جن میں سے 25 صلاة کے ہیں اور 15 سلام کے ہیں. گویا یہ مجموعہ درود و سلام کی 40 حدیث ہے، جس کے بارے میں بشارت آئی ہے کہ جو شخص امر دین کے متعلق 40 حدیثیں میری امت کو پہنچا دے، اس کو اللہ تعالی قیامت کے دن علماء کی جماعت میں اٹھائیں گے اور میں اس کا شفیع ہوں گا. ان کی تلاوت سے جہاں صلاة و سلام کا اجر ہے، وہیں تلاوت حدیث کا ثواب بھی ہے، اور بار بار تلاوت سے یاد بھی ہو جائیں گی. تو 40 احادیث یاد کرنے پر قیامت کے دن علماء کے ساتھ اٹھائے جانے کی بشارت کے بھی مستحق بن جائیں گے. ایک زمانے سے اس عاجز کی بھی روزانہ کے معمولات میں ان 40 درود و سلام کو پڑھنے کی عادت رہی ہے، اور یقین جانیے کہ جب سے پڑھنا شروع کی ہیں، مزید کسی وظیفے کی حاجت نہیں پیش آتی کہ گویا کچھ انوار، کچھ برکتیں ایسی ہیں جو بیان سے باہر ہیں. علماء نے ان 40 کے ساتھ دو صیغے جو قرآن پاک میں وارد ہوئے ہیں وہ بھی جمع کر دیے ہیں. آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں، آپ کی سکرین پہ یہ مختلف صیغے نمبرات کے ساتھ آ بھی رہے ہیں، اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس 40 درود و سلام کا مجموعہ پی ڈی ایف فارم میں میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، جو حضرات روزانہ کی بنیاد پہ پڑھ سکیں تو کیا ہی بات ہے. اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ فردن فردن ان تمام درود و سلام کی برکات اور ان کے فضائل الگ سے بیان کروں کہ کون سی درود کے انفرادی کیا الگ سے خصوصی طور پر فوائد حاصل ہوتے ہیں دنیاوی، اخروی تو یقیناً سب کو معلوم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جو دو صیغے قرآن پاک میں آئے ہیں وہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی عباد الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین. اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافية، صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد نبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد نبيك أمه وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد نبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي ولا آل محمد. اللهم صل على محمد ولا آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء لحق أداء وآته الوسيلة وآتي الوسيلة والفضيلة ومقام المحمود الذي وأته وزهن ما هو أحل وزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي ولا آل محمد كما صليت على إبراهيم
ولا آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي ولا آل محمد كما باركت على إبراهيم ولا آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. یہ 25 صیغات جو ہیں وہ صلاۃ و سلام کے تھے، اب 15 صیغات ہیں وہ سلام کے ہیں. التحیات اللہ والصلاوۃ الطیبات والسلام علیک ای نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا ولا عباد اللہ الصالحین. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. التحیات الطیبات الصلاوات اللہ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ولا عباد الله الصالحين. أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ولا عباد الله الصالحين. أشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا ولا عباد الله الصالحين. أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ولا عباد الله الصالحين. أشهد الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ولا عباد الله الصالحين. أشهد الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ولا عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي وحدني. اللهم اغفر لي وحدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله بسم الله التحيات لله الصلوات لله صلوات الله الزاكيات الله. السلام عليك. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله وشهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات الله. أشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك يا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله. یہ 40 درود و سلام کے صیغہ جات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں. براہ کرم نیچے دیے گئے لنک سے جو ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ فرما لیجئے. اپنے موبائل فون اور کمپیوٹرز میں سیو فرما لیں. جہاں اسلامی کتب مہیا ہوتی ہیں کتب خانوں میں وہاں سے یہ پرنٹڈ فارم میں بھی مل سکتے ہیں. اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل فرمائیں. انشاءاللہ درود و سلام کی تمام برکات اور فضائل سے بہرہ ور ہوں گے.